بريطاني بريتش كانسل والمشرف على اختبارات كامبريدج. إذا لكم كلمة السيد الممثل. تحياتي للقطاع، كما قلت لي ضربة ما لا يفهم اللغة العربية كيقولوا نتلاقوا بالمغرب، هذا الكلام ضاع ويعني وعاني بزاف. جامعة كامبريدج في المؤسسة وفق الفريق ديالو، وبالطبع راكم كلكم سمعتوا الرسالة ديالو. اسمحوا لي نشكر الطاقم الإعلامي نادور سيتي موريفين الهضر ديالهم، نشكر كذلك أحد المؤسسين ديال هذا المشروع كامبريدج معنا أستاذ السي خالد الواتي، واليوم هو يتواجد في مدينة مكناس وجاء ليحضر معنا في استثناء هذا الحفل. شكرا السي خالد، شكرا كذلك للسي وابنته كذلك حازت على هذه الشهادة الدولية، يعني أن لرؤى. شكرا كذلك للسي حسين عدناني الشريك ديالنا إن شاء الله مع مؤسسة آفاق، السي حسين عدناني مدير مؤسسة الرسالة على حضوره رسالة واحد، واليوم إن شاء الله عندنا مشروع فن الخطابة بين مؤسستين إن شاء الله سيكون في المركب الثقافي إن شاء الله. شكرا لكم على الحضور. باللغة الإنجليزية أن نحضر معكم، وأن لهذا التتويج الذي يتزامن في إطار واحد الدينامية التي تشهدها مؤسسات تعليمية سواء الخصوصية أو العمومية، وأيضا واحد النشاط في الحياة المدرسية الذي بدأ يعطي ثماره. فاليوم نحضر تتويج لجائزة كامبريدج، البارحة كنا مع تتويج أيضا لثانوية حمان تفتواكي بالجائزة العالمية للصحفيين الشباب، كنا أيضا في قبل العطلة في تتويج دولي أيضا في الحساب الذهني لمجموعة المؤسسات العمومية والخصوصية وتتويجات سواء في البيت. جد فخور بالنتائج العالية التي حصلوا عليها وتركتوا انطباعا راقيا عن مستوى اللغه الانجليزيه بالجهه الشرقيه ككل، وهذا من شانه ان يحفزنا ويدفعنا للتعاون اكثر فاكثر لجلب المزيد من العطاء المتميز ان شاء الله في المستقبل. وسوف لن نتأخر اي جهد من اجل تدعيم التلاميذ الراغبين في التحضير لهذا الامتحان الدولي، إن على مستوى يعني توفير الكتب والمراجع أو على مستوى تهيئة الامتحان الذي إن شاء الله سيشرف عليه خبراء بريطانيين. وقبل الختام أود أن أتوجه بجزيل الشكر لمؤسسة الآفاق في شخصية المؤسس والمديرها التربوي عن كل المجهودات التي ما يقومون بها للنهوض على مستوى اللغة الإنجليزية من جهة، كما أود أن أشكر كل السيدات والسادة الأساتذة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز والتلاميذ الذين انخرطوا في هذه العملية. وفي الختام أتوجه بعميق التشكرات والامتنان للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dream of mine, dream.
أولا شكر مؤسسة الأفاق التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء وفي هذا المكان. هذا المكان الذي تجمعنا وجهني الدعوة بعد انتقالي هذه السنة للاشتغال بمدينة مكناس، قلت لم أتردد ولو لحظة واحدة. هذا المكان الذي تجمعني به كما قلت ذكريات مع التتويج، مع حفلات نهاية السنة، ومع مجموعة من الأنشطة الثقافية والتربوية بإقليم الناظور. أولا أشكر السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية السيدي العمراني شكر خاص جدا، لأنه كان دائما يرافق مؤسسات التعليم الخصوصية بإقليم الناظور في مجموعة من الأنشطة في إطار تنشيط الحياة المدرسية. شكر أيضا للسيد ممثل الأكاديمية، وما لهذا وما لحضورهما إلا أن يكون دفعة قوية لمؤسسات التعليم الخصوصي للاشتغال أكثر في هذا المجال، مجال حياة المدرسية. شكرا أيضا للسي محمد بو العكل مدير شركة بوكلاند، اللي كان من بين الأسباب لإحضار جامعة كامبريدج لإقليم الناظور. ولازلت أتذكر قبل سنتين من الآن وأنا كنت من الموقعين على اتفاقية الشراكة التي جمعت آنذاك مؤسسات، خمس مؤسسات على ما أعتقد مع شركة بوكلاند، ولكن أتأسف اليوم أن مؤسستين فقط وصلتا لتحقيق الهدف. ليس فقط ما يهم هو توقيع الاتفاقيات، ولكن الاستمرارية والنظام من أجل الوصول للأهداف المنشودة. وأكيد أن إدارة مؤسسة آفاق وراءها رئاسة حكيمة تدعم الإدارة التربوية التي تترك مجال اشتغال الإدارة التربوية للوصول لأهدافها. عندما أقول رئاسة المؤسسة فأقصد بالذكر سيد رئيسة مؤسسة آفاق والسيد الرئيس على دعمهما لهذه المبادرة. وعندما أقول الدعم فأنا أتحدث بالدرجة الأولى عن الدعم المادي، لأن هذه الأنشطة تحتاج لدعم مادي، وهذا الدعم المادي هو الذي يؤدي إلى بلوغ مجموعة من الأهداف، فتحية لهما على كل هذه التضحيات الجسام. شكرا أيضا للأستاذ النجيب رئيس أو مدير تربوي لمؤسسة آفاق على نضاله وعلى اجتهاده لتنظيم هذا اللقاء. وأود قبل أن أختم أن أشكر شخصا آخر كان مساهما ولو بطريقة غير مباشرة السي المهدي، تحية لك على حضورك بمدينة الدار البيضاء. وقال لي بالحرف سأحضر لهذا الحدث. شكرا لك السي حميد، سنواصل المشوار. شكرا للسي يحيى العمراني، قلتها في البداية وما زلت أكررها دون مجاملة. يحيى العمراني عندما عين رئيس الأولى كما قال يدعي لا فرق عنده بين الخصوص والعموم إلا إذا كانت المشاركة الاجتماعية. And second,
honestly, that with Cambridge University, I learned a lot of things. I upgraded my level in English, and I changed my idea about this language. I can remember the last days of our preparation. It was a big challenge for us, but finally I can say that we did it. Thank you for listening. Good evening, everybody. So I will to thank my two teachers of English, teacher Shahira and teacher Aisha. Thank you for their inputs, and I had a good experience in English test. And thank you, my dear teachers. Thank you for me. Hi everybody, my name is Isra and I'm in the second year preparatory in School Alpha. And I participated in Cambridge exam and I'm very proud of myself that I can be here because this Cambridge exam make me feel proud of myself. And so I'm very sure that without this exam, I can't be there. I can't speak with you right now because it's a great experience. And I'm a student in high school at Mangrata. Cambridge tests were my dream opportunity to improve my English, to learn more things about this language, to discover it. And I want to send special thanks to my two teachers, Aisha Shukri and teacher Asma, because they were with us all the time and they supported us by being with us, by adding English classes. So thank them so much, and they're the reason of being here today. To thank our school and our teachers to give us this opportunity, and special thanks to my parents too. And yeah, I enjoyed this experience, I liked it. Why not we're gonna do it again? Thank you for being here. Thank you. Elias? Hello. Hello. And welcome to this. Thank you for everyone for coming here. And congratulations for all my classmates, and a special thanks for teacher Aisha and teacher Asma for being with us all the time, helping us, giving us the right exercise, the right advices. They support us all the time, and I really want to thank them, and I really miss them so much. Thank you.